in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله. رح نبدأ بالحالة السريرية. جاءتك مريضة عمرها 22 سنة عم تشكي من نقص سمع خاصة بالأذن اليمنى. المريضة ذكرت إنه ما في عندها سيلان وما في عندها ألم. بفحص الرنانات بيّن إنه رينيا سلبية بالأذن اليمنى، أما ويبارفة من حرفة نحن والأذن اليمنى. بمنظار الأذن كان غشاء الطبل سليم، ولكن في احمرار خلف قبضة المطرقة. ما هو التشخيص المرجح مما يلي؟ قبل ما نحكي شو الجواب، رح نذكر بعض الكلمات المفتاحية اللي بتساعدنا بمعرفة التشخيص. أولاً هي أنثى بالعقد الثاني من العمر، في عندها نقص سمع توصيلي حسب الاستجواب اللي عملنا، في عندها احمرار خلف قبضة المطرقة وغشاء الطبل سليم. طيب، عرفتوا شو الجواب؟ هو تصلب الركابة. شو هو تصلب الركابة؟ هو إعادة تصنيع للمحفظة الأذنية. شو المحفظة الأذنية؟ المحفظة الأذنية هي الأذن الداخلية وقاعدة الركابة. بصير في عنا إعادة بناء، تتثبت قاعدة الركابة على النافذة البيضوية وبتفقد حركتها اللي بتشبه حركة النابض. هي الحالة هي أشعة عند الإناث بالأخص بالعقد الثاني والثالث من العمر. الوراثة لها دور بالتأهب بالمرض، كمان في عنا أسباب هرمونية متعددة وفيروسية، ممكن يكون فيروس النكاف له دور. أما تظاهرات المرض فبيبدأ بنقص سمع ثنائي جانب غالبا، والعرض الثاني ممكن يكون عنا هو طنين. ممكن بعض المرضى يذكروا أن سمعهم بتحسن بالضجيج، وهي الحالة اسمها خطل السمع لويلس. فحص الرنانات إنه في عنا نقص سمع توصيلي. بفحص الأذن بنلاحظ إنه غشاء الطبل بيكون سليم، ولكن في عنا احمرار بالشفوف خلف قبضة المطرقة. هذا الاحمرار هو دليل على تعزيز تروية قاعدة الركابة. بالنسبة لمخططات السمع، مخطط السمع بالنغمة الصافية حيكون في عنا فجوة عظمية هوائية وثلمة كارهارت. هي الفجوة العظمية الهوائية، وهي ثلمة كارهارت اللي هو انخفاض المنحني العظمي عند التواتر 2000. بالنسبة لمعوقة السمعية فحيكون من نمط AS. أكيد في منكم عم يسأل شو العلاج؟ العلاج الرئيسي هو جراحي. 90% من المرضى بيتحسن سمعهم بعد العملية. اسم العملية تصنيع الركابة. بشكل مختصر هي منزيل كل الركابة ما عدا القاعدة، ومنحط طرف صناعي بيصل بين النتوء الطويل للسندان وقاعدة الركابة. العلاج الدوائي ما تم التوصية فيه، ولكن ممكن نستخدم الأدوية اللي تستهدف كعصيرات العظم. المعينات السمعية ممكن تستخدم وتكون ناجحة بحال عدم إجراء العلاج الجراحي. طيب، تذكروا حكينا تشخيص تفريقية اللي هنا كان داء مينيير وانخلال عظيمات والتهاب الأذن الوسطى الحاد. نفينا داء مينيير لأنه داء مينيير هو بيشمل 3 أعراض رئيسية سوا، هنا طنين، نقص سمع ودوار. انخلال عظيمات بترافق مع قصة رد، والمريضة هو ما ذكرت أنه في عندها قصة رد، وبيكون مخطط المعوقة من نمط AD. لاحظين؟ بيكون من نمط AD. التهاب الأذن الوسطى الحاد صح بيصير في عنا نقص سمع توصيلي، ولكن بترافق مع موجودات سريرية أخرى مثل الألم، ارتفاع حرارة. بنلاحظ إنه في عنا انسحاب بغشاء الطبل وغياب المثلث المنير وعلامات سريرية أخرى. هيك بتكون خلصت حالتنا. إذا حبيتوها تابعونا بحالات تانية.